في الولايات المتحدة الأمريكية تحتفل المطربة بيونسي بذكرى إطلاق ألبومها الغنائي بالإعلان عن تخصيص منح دراسية للنساء لدخول الكليات. أعلنت المغنية عن جائزتها Formation Scholar ستذهب إلى طالبة من الإناث في 4 كليات جامعية. تلك المنح تهدف إلى تشجيع ودعم النساء التي لا يخشين التفكير خارج الإطار التقليدي ويتمتعن بالجرأة والضمير المبدع والثقة. في الهند، وردعا لمعاملة الأزواج السيئة لنسائهم، أمر وزير هندي بتوزيع نحو 10,000 من العصي الخشبية كهدايا لعرائس حديثات الزواج، وحثهن على استخدامها كسلاح ضد الأزواج. جاء في ذلك الإطار حملة أطلقتها الولايات الهندية لمكافحة العنف ضد النساء في البلاد. دعا رئيس النمسا ألكسندر فاندير جميع نساء بلاده إلى ارتداء الحجاب على الطريقة الإسلامية من أجل التضامن مع النساء المسلمات لمواجهة تنامي الخوف من الإسلام. أضاف أن كل النساء يجب أن تتمتعن بالحق في حرية اللباس مهما كان نوعه، وهذا يجب أن يشمل جميع النساء بمن في ذلك المسلمات وغير المسلمات.